السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوات أخواتاتي، كديري لبس عليكم بخير، هانيين كراكم مزيانين، نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تما كتشاهدوا هاد الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت إن شاء الله غادي نتقاسم معكم الزيتون الأكحال أو الزيتون الأسود مشرمل بطريقة اللي سهلة بزاف، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه، صحي ورائع، وأيضا بتتبيلة أو بشرمولة اللي غادي نوضعوها له إن شاء الله اللي سهلة واقتصادية وتقريبا راه متوفره في اي بيت. كنتمنى هذا الفيديو دا يعجبكم، نتمنى تتبعوه من الاول حتى الاخير. وايضا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساو الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايضا اخواتي ما تنساونيش بواحد لايك على الفيديو وانتم كتفرجوا، ولا كنتوا الاول مره كتشاهدوا الفيديو كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ما عليكم تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. ندوزوا دابا للطريقه مع بعضياتنا. فبسم الله على بركة الله، هنا عندي واحد الكمية ديال الزيتون الأسود كيف ما كتلاحظوا. بالنسبة لهذا الزيتون أنا عندي يعني حلو، هانتوما يعني راه حلو ملح طايب هو هذاك. فدابا غادي ندوزو إن شاء الله مع بعضياتنا باش غادي نشرملوه، كيجي واعر صراحة، لذيذ بزاف وصحي. أول حاجة هنا كناخدو واحد الإناء وكنوضعو فيه داك الكمية ديال الزيتون. كما قلت لكم أنا الزيتون راه عندي يعني حلو، عندي طايب يعني دايره فيه الملحام، يعني واجد كيف ما كنقولوا هو هذاك. صافي هنا خديت هذه الكميه، كل واحد ياخذ الكميه اللي كتناسبو. ها نتوما بطبيعه الحال راه ديجا غسلته مزيان من داك الدرد ديالو، خليته حتى نشف يعني قطر. ومن بعد هنا غادي نحتاجو ليه معلقه ديال الكمون البلدي. بالنسبه للكمون كيعطيه واحد النكهه ومذاق كيجي به رائع جدا. من بعد هنا غادي نحتاجو تقريبا معلقه صغيره ما بين القزبر ومعندلوس مطحونين بحال هكا. ما كانش عندكم قزبر ومعندلوس مطحونين يمكن لكم تستعملوهم يعني حبوب فقط باش يعطيو داك النكهه او داك الرائحه ديالهم. من بعد ايضا غادي نستعملو هنا راس معلقه ديال الثومه بودر اللي كتعطي ايضا واحد النكهه واعره في هذا الزيتون الاسود، يجي رائع جدا بها. فقط راس معلقه هانتوما. من بعد هنا ايضا غادي نحتاجو واحد ربعه ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، غادي نلوحوهم بحال هكا. واخر حاجه ان شاء الله غادي نحتاجوها هي واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، الزعتر البلدي انا هنا عندي اللي كيعطي واحد النكهه واعره في هذا الزيتون، هذا كيجي رائع جدا لذيذ صراحه ومنسم، يعني كيجي واعر صراحه هذا الزيتون الاسود بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نحكو داك المعلقه ديال الزعتر هاكا ما بين يدينا وغادي نوضعوها. ومن بعد ان شاء الله غادي نحتاجو زيت الزيتون اللي ضروري منه، يعني ضروري ما توضعوا واحد الكميه ديال الزيت. هانتوما غادي نعبر معكم هنا بهاد الملعقه هذه، تقريبا غادي نوضع واحد خمسة ديال المعالق باش كيتقص لينا داك الزيتون كله بالزيت. اول حاجه كيعطيه واحد اللون رائع جدا، وثاني حاجه كيبقى محتفظنا يعني على الزيتون ديالنا ما كينشفش لينا. يعني ضروري واحد الكميه ديال الزيت كتوضعوها. هانتوما كما سبق ذكرت معكم تقريبا انا وضعت هنا خمسة ديال المعالق بهاد المعلقات اللي كناكلو بهم الكسكس. صافي وغادي نحركو مزيان بحال هكا. هانتوما غادي نحرك او غادي نخلط عفوا كلشي مزيان، يعني داك الزيتون كله غادي يتلبس لينا ان شاء الله. داك التوابل اللي وضعنا عليه غادي نولي نذكرهم معكم، اللي هما معلقه صغيره ديال الكمون البلدي، ايضا ملعقه صغيره ما بين قزبر ومعندلوس مطحونين، راس معلقه ديال الثومه بودر، ايضا واحد ربعه ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال الزعتر البلدي، وخمسه ديال المعالق ديال زيت الزيتون. صافي وكيكون الزيتون ديالنا واجد، راه كيجي واعر منسم ولذيذ بزاف بهذه الطريقه هذه، وبطبيعة الحال بطريقة اللي سهلة بزاف وتقريبا عفوا
مقادير متوفره في اي بيت، فنوضح الطريق دابا الفطور ديالك كيجي واع صراحه. نتمنى انه يعجبكم فيديو ديال اليوم. ما تنسونيش اخواتي اللي عجبكم الفيديو تبارطاجوه مع اخوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا. الى كنتو جداد والاول مره كتشاهدوا الفيديو ولا كتشاهدوا القناه فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ما عليكم واش تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم تعرفكم الزوينه المحفزه على الفيديو. شوفوا معايا الزيتون ديالنا كيجي واعر كما قلت لكم، راه ديجا انا عندي يعني الزيتون حلو فيه الملحه فيه كلشي، يعني بقات لي غير هاد التتبيله هذه انا وضعتها له، كيجي منتسم يعني بالزعتر كما قلت لكم بالقزبر مع اندلوس الكمون كيجي واعر صراحه بهاد التتبيله. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في الكومونتير كي جاكم. صافي من بعد غادي نجمعوها هكا في واحد البواطه صافي غادي نبقى نستعملو يوميا هكا الفطور كيف ما كنعرفو الفطور ضروري الزيتون، ضروري الزيتون في الفطور. فهذا الزيتون هذا مشرمل صراحه كيجي واعر بزاف، نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. فاخوتي خواتاتي الى بقيتو كتشاهدوا الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه وبالسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.